ممتاز ممتاز جدا. كم جبت؟ كم جبت؟ حبونص ما تكفي، كان جبت حبتين. ايش ترى عليهم انا بالجمعان اليوم؟ قاعد وياكم ها؟ يعني ما سمعت في القرود قال لكم ان القرود تجيبون واخر شيء تجيبون اياكم قاعد لا اقول لك ممتاز ممتاز. وقالك انا بطبخ اليوم اللحم حق تجيب جايب تطبخ لي اهو. رجعوها يلا. ما نقدر نرجع ابو علي، ما يرجع الماط، ما يرجع طبخين هنا، ما يرجع الحين. انت ما لي شغل انا، ما دقيقه بس ترجعونها. انت ما قلت انت اطبخ لي البارح؟ كيف هم ما يحترموني وقاموا يجيبون ذا حسد لك ويقولون يعني ما انت ما يتم مبين يعني يمشي واحنا يمشي بالصحة كيف ولا يحس فيك كيف 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 وين نروح؟ ما قلت لي البارح اطبخ، قلت لي يلا خلوا غدوك خلى عشاء. انت بس تحن على وجيكم ها؟ لا 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 ما قالوا لك كف الحين ما تستحون، قايل لي البارح تطبخ ايش حقه الحمرة. شوف ترى كذب يتمادون عليك بكره ما لك قيمه في المخبز. لا لا وص صدق ابو علي، وص صدق وص صدق وص ما يخالف يا ابو علي. سلسعوج ذا بالغادي ما يضيع ليش عاد باب كاتب في الجروب الغادي في المزرعه. اي هذا الغادي ابو علي ابو علي ابو علي خلاص وصول. لا 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 عمي ابو علي طلبتك طلبتك عمي ابو علي في حاجه جاب العيوش بعد الجواج ولا دجتين تقول انا على المكسول في عمي ابو علي ما بيحتي يعني سوي قاضيه انت ما فهمت السالفه يا عمي ابو علي ما فهمت السالفه السالفه وما فيه ان انا قلت لاخوي زجران قلت له يا اخوي زجران عمي ابو علي طبخ غدا وعمي ابو علي اذا طبخ الغدا ما في حد يطبخ مثله يقول انت ايش قال زجران قال ابو علي ملينا من طبخه طقت جبودنا من طبخه قلت له يا اخوي زجران الرجال طابخ قال ابدا انا بجيب من المطعم غصبا على ابو علي وغصبا على ألف واحد من بعض. يعني يقول أنت في الشارع. لا 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 لا. 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 لا يعني لا 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 عمي ابو علي لا 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 عمي ابو علي دقيقه لا لا طلبتك طلبت عمي ابو علي والله توب والله توب عمي ابو علي والله توب لا 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 عمي ابو علي لا خلاص 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 اصبر شوف يا حسين ترضى كذا دقيقه لا عمي ابو علي لا لا والله عمي ابو علي عمي ابو علي طلبتك طلبتك اول شيء انا اسف ثاني شيء جايين يا ضيوف ايش نصرف اسف ليش ما نصرف لا لا ما علي عمي ابو علي جايين يا ضيوف من جده اي زين قالوا نبي احسن واحد يطبخ في الحاسه اي زين يبون يتغدون عندي ولا يتعشون قلت لهم ما في احسن واحد في العالم كله عمي ابو علي خلاص قلت له لا تعرف اني انا شلون اموت في طبخ البارحه من ذا اللي اتصل عليك قال لك اطبخ ثلاث ايام لي حلم بريحه كبستك ثلاث ايام متاكد ثلاث ايام حلم بريحه كبستك قالت لي الوالده الله يطول في عمرها قالت اذا مشتي كبسه اسوي لك قلت مع الاسف ما تعرفين تطبخين لا طبخ عمي ابو علي الانامل الذهبيه والفان خير شكلي ابو عمي ابو علي هي اجل احنا نجيب من المطعم بس علمك من هو اللي يذم في طبخك منه اللي يذم في طبخك يتكلم فيك من ورا عادل ويا ذا كذاب قص عليك قص عليك قص عليك قص عليك
أما أنا تدري عني أنا ما قلت لك قبل فترة بنبي نسوي كتيب كتيب عن الطبخ أبو علي الفنان أبو علي الفنان وأسرار الطبخ مو قلت كلمت المطبعة يأسسون لك كتاب ذي تمسخر يقول أبو علي كفو كتاب أبو علي يقول خلاص عشان يا عمي بعلي سمح بس زي ما قلت لك شو اللي تبي نسمي الكتيب حقك حق الطابخ الكتب شو نسميه العنبو علي للكبسات ولا لجميع انواع المأكولات العربيه والافريقيه خلاص تمام اسبوع ضحكت عليه احترم نفسك اجيب لك الحين لا تجيب لي بس اصبر ابو علي مو بكفو كتاب ابو علي مو بكفو كتاب امي ابو علي الله يطول في عمرك بعد عمري حياك بعد عمري والله يلا عاد حط غدا انا الله يعطيك العافيه عاد انا مشتهي الغدا اليوم يعني باكل اكل اليوم يعني اليوم باكل اكل بارك الله فعلا عليه نفس عالمي في الطبخ سبحان الله نفس تذكر ابو رحيم تدق علي الساعه 2 في الليل الساعه 2 ولا كم دقت علي النص 2 ونص خلينا دقيقين في الكلام يوم تقول لي مريض انا مو بقادر انام قلت لك ايش فيك سلامات اخوي زجران تعبان اوديك مستشفى قلت لا مشتهي كبسه علي تصدق ابو علي الساعه 2 في الليل ايش قلت لك انا 2 ونص قلت لك ابشر بكره صح يوم قلت له بكره ايش قال ما اقدر اصبر يرقصون عليك والله يقصون عليك يطيهم تيري يخبزون يس يلا كيف كان نصيحتك وانت يرقصون عليك يلا يلا سود لا شفنا نمدح عمي ابو علي انقهرت ليش الحسد ليش الحسد دام انه طبخ عمي ابو علي مو بعجبك ليش قاعد تتغدى لا تاكل يبقى قام اسمع المهم صدق قبل يومين اشتهيت افطر الصبح الساعه 6 على ايش كبسه ابو علي هذا بدي تصدق كبسه ابو علي الساعه 6 الصباح تصدق ابو علي الوضع انا ما تحمل اسمع تعال قوم الساعه 2 ونص مسدح احط خد يعني مخد ايه كنت نايم هذاك ايه تصدق انا المدرسة الصبح عيال اخوي يروحوا المدرسة الصبح فصحى تدري ايش قلت لهم انا؟ خذ لهم صحن كبسة ما اطبع علي يعطيك قوة يعطيك نشاط يعطيك يا عمي ابو علي ولا لا حبيبي بعد عمري